النظام إذا كان يملك زرة كرامة يطلع يرد علينا. رانيا عنا الدليل 100%، دخلت الفرع الأمن العسكري حاجة كذب. رانيا بدنا إياها، بدنا نصيرها. إذا كانت رانيا موجودة بدنا نطلعها هي وولادها، بضغط من كل منظمات، من اليونيسيف اللي هي سمعتها على المحك اليوم. أنتوا اليوم أكبر منظر بتدعم شؤون الأطفال، عنا 6 أطفال معتقلين.